يعني معنى كده لما يكون ترتيب التعليم الاساسي بتاعنا في تقرير التنافسيه العالميه رقم 141 من 144 تبقى الناس دي كرمانه والله. ده المفروض يكون 144 بالنسب الهائله اللي بنتكلم عليها دي. طبعا مستوى الطلبه ونسبه الاميه في التعليم دليل دامغ على مستوى المدرسين الا من رحم ربي. التقرير بيقول ان نسبه 30% من المدرسين في المراحل اللي قبل الجامعيه مش مؤهلين للتدريس اصلا. السؤال بقى هنا، تفتكروا الواقع زي التقارير دي ولا اقل ولا أسوأ؟ خلونا نشوف التقرير اللي عملناه من قلب الحدث وبعدين نكمل. التعليم هو الأساس لبناء جيل قادر على بناء مستقبل لبلده ثم لنفسه، لكن في مصر ربما يكون الموضوع مختلفا بين تعليم خاص وتعليم حكومي. أتكلم بصراحة؟ وحش خالص. طيب تمام، أبدأ لك بإيه بالظبط؟ بالتزوير ولا من المناهج الدراسية العقيمة ولا بإيه بالظبط؟ هي المدرسة كويسة بس أنا بروح ما بستفدش حاجة، يعني هي بصراحة مضيعة للوقت. مش قوي يعني، عشان مفيش ما بيعلموش كويس. بالنسبة بقى للمناهج اللي هي أساسا الناس ما بتخش علشان تشرحها، مناهج عقيمة وفاشلة وما بتدرسش في أي حتة. المناهج اللي أنا باخدها إن هي بس طويلة وكلها حشو حشو حشو، فيعني في بيبقى فيها حاجات يعني المجرد إن إيه يملوا منهج وخلاص. يعني هو المناهج مش ما فيش يعني ما بيشرحوش كويس، صعبه والمدرسين ما بيعرفوش يشرحوا اساسا. باخد دروس خصوصيه طبعا علشان عشان المدرسين في الفصل ما مش بيفهموا قوي او انا ما بفهمش قوي يعني عامه، يعني وكلنا كده مش انا لوحدي. اخد في سنه رابعه؟ لا انا باخد دروس عشان كل المدرسين ما بيعرفوش يشرحوا. 3 دروس، ميكانكس وفيزيكس وماث. على النقيض تماما يكون التعليم الخاص وطلابه، بالرغم من وجود بعض التعليقات عليه من قبل طلابه، لكن ايا كان لن يكون كتعليقات الطالب الحكومي. اتعلمنا وحلو يعني ما فيهاش حاجه غلط. الحمد لله كويسه، المدرسين بيجوا بشكل منتظم يعني، بيبقى في شده شويه على حكايه اليونيفورم وكده بس كله تمام يعني. مدرسه جميله بس طبعا بيبقى فيها، كل مدرسه فيها بعض المشاكل. النظام فيها حلو، الترتيب والأجهزة فيها تقنية عالية، بس في مشكلة، مفرقين بين لغات وعربي، عاملين للغات معامل وجايبين لها حاجات حديثة، لكن العربي هي الفصول المحددة بيهم، ملهاش أي حاجة تانية. اللغات عاملين لها سمارت بورد عشان تتأقلم مع العالم الحديث، لكن العربي هي فصل بسبورة عادية ما فيهاش اي نوع من التحديث. حلوه بس تقيله شويه. المناهج هو المنهج بيبقى معروف، وفرق بيبقى الطالب بيذاكر ولا لا يعني. المناهج يعني تقيله شويه، زاد منهج الساينس العلوم تقيل قوي. لا في المواد اللي انا واقع فيها انا باخد درس الفرنساوي، الفرنساوي ماده صعبه وتقيله، واحنا مش سوبر فيها عشان نقدر نذاكرها لوحدنا. قد يكون التعليم في مصر وصل إلى مرحلة من التدني قد لا توصف، لكن أيا كانت مراحل تدنيه الأساس يرجع للطالب نفسه، فقد يكون هناك تلميذ حكومي يتلقى لكمات التعليم الحكومي واحدة تلو الأخرى، لكنه في الأساس لديه الإصرار على أن يكون شيئا لنفسه ولوطنه، وهناك آخر يتلقى جنة التعليم الخاص. طيب بعد الإحصائيات واللي سمعتوه ده، تفتكروا برضو التعليم لسه كويس زي ما المسؤولين بيقولوا؟ خلينا نشوف فيديو للسيد الدكتور وزير التربية والتعليم وهو بيتفقد أحد المدارس. المناظر دي ممنوعة شكلا وموضوعا، قول واحد احنا بنبص كده وبنتعرف على بعض، بس لو جيت لك هنا لقيت الكلام ده مش هيبقى كويس. سؤال، المدرسة؟